راديو توزار، راديو كل الفنون. راديو توزار، راديو كل الفنون. عشوية مع ماريا، إعداد وتقديم ماريا خميش، تأثير سارة العايبة. عشوية مع ماريا، إعداد وتقديم ماريا خميش، تأثير سارة العايبة. الفرحة والأمل. أحلى تحية لأحلى مستمعي موجات راديو توزار. غبت عليكم مستمعينا الكرام المدة الأخرى، كما تعرفوا ظروف القراية، أما هني رجعت لش باش نخليكم وحدكم. نذكر مستمعينا الكرام باللي انتم تتبعوا فينا على السيت ويب متاعنا http://radio.tozar.net ولا على نوتخو باج فيسبوك راديو توزار. كما زادة تنجموا تحلوا توا مستمعينا شين يوتيوب متاعنا وتكتبوا في الزون دو ريشيرج توزار ويب تي في. هنا حالين لايف هكاك تتفرجوا عليا. جيب لي معاه الدنجري، رد بالك لا تتعنجري، ولا تنسي تجيبي خنجري، جيبي تايوه الوحشي شتي، على عينك لا تتحندري، نحبك تجيني تتبختري، وفرحك تقول لي عنطري، لنعيش شبا نوهبدا، نعيش الرجل وقف ولنعيش مهن، ومتي سيستم فعلا مش كلام، والكبل يا بحنا رمي له عظم، خوض بخطري هد اللي دي ماكس نعيش كناتري، شوب كسحاري وبحاري وقبلتي هي وغري، عشان انا رضو بالليجي طبعا ما هوشي بيدجي، وراه اليهود الاخر الشي، ولا بد للعين ينجلي، جبت روح قناوي قناوي صحراوي، يا نسيت في زماني كنت ردت عاديه، يحبوا كان عدوني، ايوه والله ما قعدوني، وكان نجبد مقروني، نوض على ماسوني، جبت روح قناوي قناوي صحراوي، يا نصيدي في زماني وكثرت عدياني، يحبوا كان عدوني، والله ما قعدوني، وكان نجبد مقروني، نوض على ماسوني. الذين لم يلد ومن اللح ومن أكل فبلا برد موت كل القلب ماكم على بالي والله قول مانيش رجال مشنقلة بس أنا لمسون رنقلة يملا أبراكا دابرا نتفسخ في سكوندا نرجع لبراري على فراس مش عامدة عيب النفاهم مانيش في بوندا شو تصويرة على الحيط جو كاندا نمشي رواندا لوج على حركة يا مالي يا وغاندا يا نولي سكافاندا نبراكي في الزنقة يا نولي مجنون في بلاد الحقرة والخنقة جبت روح قناوي قناوي صحراوي يا نسيت في زماني وكثرت عدياني يحبوا كان عدوني ايوه والله ما قعدوني وكان نجبد مقروني نوض على معسوني جبت روح قناوي وي صحراوي نسيت في زماني وكثرت عدي كان نجبد مقروني نوض على معسوني. راديو توزار، راديو كل الفنون. ورجعنا لكم مستمعينا الكرام على موجاتنا، موجات راديو توزار. بون مستمعينا، موضوع حصتنا برشا وبحر غارق كما يقولوا، لكن باش نحاول نعطيكم اهم الحاجات اللي تتضمن لغه الجسد. هنا هي اكل حركات اللي يقوم بها الناس باستخدام المقابل، فما أشخاص يحاولوا تثبيت ملامح الوجه وعدم الإفصاح على اللي في داخلهم بحركات جسدية. ما
على ذلك فإنه ثم عديد الوسائل باش نعطيها. على ذلك فإنه ثم عديد الوسائل باش نعطيها لكم يعني بالتدريجكم يعني بالتدريجية منها العين اللي هي منها العين اللي هي أكبر مفاتيح الشخصية التي تدرك بشكل حقيقي ما يدور في عقل من أمامك. فإذا اتسعت بؤبؤ فإذا اتسع بؤبؤ فإن ذلك دليل على أنه تو أسعده أو قام بإفراحه وخرج كل حالة اللي هو كان فيها. أما إذا ذاق فتحدثه عن شيء لا يصدقه. نمشي أنك قلت له شيئا إما أنه لا يصدقه أو أنه يراه مستحيلا. إضافة على ذلك فإن رفع كلا الحاجبين فإنه يدل على المفاجأة أو ذلك فإن رفع كلا الحاجبين فإنه يدل على المفاجأة أو قول شيء يكون قد استغرب منه. نتعداو للفم وهو أكبر ديه يضرب بديه على فمه إشارة على أنه يخبي فك الحاجة اللي هو كيف يلمس في فمه ويحط فيه بشوية بشوية هكا كأنه شخص بأصابعه على ذراع المقعد أو على المكتب يشير إلى العصبية أو نفاذ الصبر. كي تبدأ مثال انتغاش تلاحظ بشكل لا إرادي أنك تبدأ هكا تنقر في الطاولة وإلا في الحاجة اللي حذيك بديك هكا، هذا دليل على أنك قد وصلت إلى مرحلة من العصبية ونفاذ الصبر. إن شاء الله تكون عجبتكم فقرتنا. نخرجوا مع جوزو وهنا راجعين. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Pa Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble, découvre votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble, découvrir ma liberté. Oubliez donc
tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc. ورجعنا لكم مستمعينا الكرام في الفقرة الثانية واللي هي تشنشينات. تشنشينات لليوم باش نجاوب كيما العادة والعوايد يظهر لي مستمعينا اللي انتم تعودتوا بيا. تشنشينت المرة اللي فاتت كانت تقول على زوز اخوات ناس ملاح، واحد حلواني والاخر قتال ارواح. الاجابة متاعها هي العيد الكبير والعيد الصغير. وتحيا ويرجع للماء يموت. نستنى تعليقاتكم وكومنتاريتكم وجماتكم بيان سور على الباج اوفيسيال متاعنا راديو توزار. هذه كانت حصتنا لليوم، إن شاء الله تكون نالت أعجابكم واستفدتوا منها ولو بالقليل. شكر خاص وكبير لكم أنتم يا مستمعين على الكلام الحلو والتشجيع اللي قاعد يوصلني. نذكر باللي أنتم تتبعوا فينا على السيت ويب متاعنا http://radio.tozar.net ولا على الباش فيسبوك متاعنا راديو توزار. كما زاد كما قلت لكم تتبعونا على شين يوتيوب متاعنا توزار ويب تي في. مانيش باش ننسى بيان سور الشكر الكبير لمسيو نبيل لابوزي على النغمة الحلوة اللي تسمعوا فيها، ومدام سارة العايبة على التأثير. استنوني في حلقة جديدة وفكرة جديدة، نستنى جماعتكم وكومنتاريتكم. كانت معكم ماريا من وراء ميكرو راديو اتنين كل جمرة في فخرجتي عقب الليل عرفيني من أول نظرة سمرا يا ياك حلت العين سمرا يا ياك حلت العين. Shut up.